الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يصادف وفاة السيد العظيم مسلم بن عقيل في 8 ذي الحجة على قول مشهور، كلمة للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كتبها توثيقا لمسلم إلى أهل الكوفة: فإني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي. وفي بعض الأحاديث أيضا: والمفضل من أهل بيتي. إذا هذا الحديث الثاني صحيح، يعني كلمة مفضل من كلمة الإمام، لا تدل على أن مسلم كان أفضل عن العباس وعن علي الأكبر، لأن المراد بالمفضل من أهل بيتي يعني المفضل لهذه السفارة، يعني أن الذين يصلحون أن يأتوا إلى السفر والسفارة هو أفضلهم، وكونه أفضلهم مو معنى أفضل الجميع، يعني أفضل الصالحين للسفارة. على أي حال، هذا الحديث نريد أن نبين حوله موضوعا، وذلك الموضوع محتاج إلى مقدمتين. المقدمة الأولى: المثل المشهور التاريخ يعيد نفسه، ومعنى هذا الشيء ليس خاصا بالتاريخ، وإنما كل شيء يعيد نفسه. يعني مثلا الطب يعيد نفسه، قبل 1,000,000 سنة الناس كانوا يبتلون بالحمى، واليوم يبتلون، وبعد 1,000,000 سنة أيضا يبتلون. وكذلك السياسة، قبل 1,000,000 سنة الناس كانوا يجعلون على زمام أمورهم قادة وساسة، واليوم يجعلون، وبعد 1,000,000 سنة أيضا يجعلون. وكذلك بالنسبة إلى الهندسة، قبل 1,000,000 سنة الناس كانوا يبنون لأنفسهم بيوتا، واليوم يبنون، وبعد 1,000,000 سنة أيضا يبنون. وكذلك في التجارة، قبل 1,000,000 سنة الناس كانوا يتاجرون، واليوم يتاجرون، وبعد 1,000,000 سنة أيضا يتاجرون. أما مهزلة الإنسان الأول التي استخرجها داروين، إنسان الكهف الذي لا يعرف شيئا، هذه مهزلة داروينية لم يدل عليها دليل، بل الدليل دل على خلاف ذلك، لأن الدليل دل على أن الإنسان الأول هو النبي وهو آدم، وآدم كان متحضرا كتحضرنا اليوم. وإنما في بعض الوسائل القليلة اختلفنا عن الإنسان الأول، كما أنه يأتي بعد زمان أيضا يتطور بعض الآلة فيختلف الإنسان الثالث عن الإنسان الثاني، وهم نحن. على أي حال، التاريخ يعيد نفسه. ما معنى ذلك؟ معنى أن التاريخ القديم كان على لون، ونفس اللون يكون الآن في السياسة، في التجارة، في الطب وما أشبه. يعني شنو يعيد نفسه؟ يعني أنك إذا اعتبرت بالتاريخ
التاريخ الماضي ترى أن التاريخ الحاضر نفس الشيء، وتعلم في المستقبل أن تاريخ المستقبل أيضا نفس الشيء. مثلا من باب المثال بناء، في البناء نحن قبل سنة بنينا بناء في الشتاء، هذا البناء انهدم لأنه كان بناء في الشتاء. الآن نحن نعتبر بهذا الشيء ونعرف أن البناء في الشتاء خطأ. استفدنا من شنو؟ من التاريخ. يعني اليوم بعد لا نبني بناء في الشتاء، وإنما نبني بناء في الصيف، وبعد 1000 سنة أيضا في المستقبل نبني البناء في الصيف مو في الشتاء. استفدنا من شنو؟ من التاريخ الماضي، لأن الماضي الحاضر المستقبل شيء واحد، وإنما المهم استفدت منه أو لم تستفد. الطب كمثل، قبل 100 سنة 1000 سنة 1000000 سنة إنسان ابتلي بالحمى، أعطيناه قسما خاصا من العقارات فمات. اليوم نستفيد من هذه العبرة أن الإنسان المبتلى بالحمى لا نعطيه من هذا القسم من العقارات والعقاقير، وفي المستقبل أيضا نستفيد من هذه العبرة والتجربة التاريخية، فلا نعطي المريض بالحمى الدواء الفلاني لأننا علمنا أنه يموت. وكذلك في الهندسة، أننا فرضا جعلنا بناية ذات طوابق على أرض رملية فانهدمت، نستفيد من هذا الشيء الآن وفي المستقبل. في التجارة، كنا في كربلاء استأجرنا فندقا بالزعم أنه يدر علينا 1000 دينار ربحا، مرت سنة ولم يدر علينا الفندق 1000 دينار، السنة الآتية هل نستأجره أيضا بنفس القيمة؟ استفدنا في الحال عن الماضي. في الزراعة، زرعنا البرتقال في أرض رملية لم ينبت إنباتا حسنا ولم يثمر ثمرة حسنة، هل بعد 10 سنوات أيضا نزرع البرتقال في نفس تلك الأرض الرملية؟ لا. في الطب، في الهندسة، في السياسة، في الثقافة، في التربية، في الاجتماع، في الزراعة، في المعمل، في المصنع، في الازدواج، في تربية الأولاد، وفي كل شيء التاريخ يعيد نفسه. والإنسان الحكيم والأمة الحكيمة هي التي تعتبر بالماضي، يعني يرى أن سبب سقوط الأمم، سبب موت الأشخاص بالطب الغلط، سبب انهدام البنايات بسبب الهندسة المغلوطة، سبب السياسات الدكتاتورية بأسباب سياسية. ماذا كانت أسباب هذه الأمور؟ في المستقبل لا يعمل مثل ذلك العمل، الآن لا يعمل وفي المستقبل لا يعمل. هذا معنى التاريخ يعيد نفسه، وهذا معنى عبر التاريخ. يعني يعتبر بالتاريخ، انظر إلى التاريخ طبا، هندسة، سياسة، ثقافة، دراسة، علما، معرفة، حركة، سكونا، إدارة، شوف الصحيح ماذا والسقيم ماذا. اليوم نفس الشيء الصحيح والسقيم، وبعد 100 سنة نفس الشيء الصحيح والسقيم. هذه مقدمة. المقدمة الثانية، مسلم بن عقيل جاء إلى الكوفة، بايعه 80,000 على أكثر الفروض التاريخية، وبعد ذلك نزل في دار هاني، هاني من الشيوخ، من شيوخ العشائر، نزل في دار هاني ابن عروة.
في هذا الأثناء زار هاني الذي مرض ابن زياد. هاني قبل أن يأتي ابن زياد إلى داره قال لمسلم اجلس وراء الستر، وإذا جاء ابن زياد اضرب عنقه وأرح البلاد والعبادة منه. مسلم قال لا بس. جلس مسلم خلف الستر وجاء ابن زياد وأطال المسلم ولم يخرج ليضرب عنقه، حتى أن هاني شرع في قراءة أبيات من جملتها وفي أولها: ما الانتظار بسلمى أن يحييها؟ كناية يا مسلم، الآن يفوت الوقت، ما الانتظار؟ مسلم لم يخرج. ابن زياد أحس بالشر وقام وذهب. قال هاني لمسلم: لماذا لم تخرج ولم تضرب عنقه؟ قال: أني سمعت عمن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان قيد الفتك. يعني أنا رجل مؤمن، والفتك وهو القتل يقيده الإيمان، يعني ما يخلي الإنسان يقتل إنسانا الإيمان. هذه القصة. المقدمة الثانية، إذا حققنا هاتين المقدمتين، مقدمة التاريخ يعيد نفسه، ومقدمة قصة مسلم ومؤامرته مع هاني لقتل ابن زياد ثم انسحابه عن الميدان وعدم قتل ابن زياد، ونقصد بالمؤامرة من التآمر، مو التآمر العرفي، لا، تآمر اللغوي نقصد، يعني استشاروا بينهم، هذه تسمى لغة مؤامرة، في الخير كان أو في الشر يسمى مؤامرة. هاتان المقدمتان إذا ظهرتا التفتوا إلى الموضوع جيدا. هنا أكو ثلاث أسئلة. السؤال الأول: هل كان إرسال الحسين لابن عمه مسلم إلى الكوفة إرسالا موفقا؟ وإذا كان الإرسال موفقا فلماذا قتل مسلم ولم يصنع شيئا؟ نحن نعتقد أن المعصومين كل صغيرة وكبيرة منهم صحيح إلى آخر درجة، لكن الكلام في التعليلات العرفية الخارجية وفي الجواب والسؤال وعن فلسفة الأحكام وعلة الأمور. هل كان إرسال الحسين لمسلم إرسالا موفقا وناجحا؟ إذا كان الجواب نعم فلماذا قتل مسلم ولم يصنع أي شيء؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: لماذا أن مسلم انسحب عن قتل ابن زياد؟ بينما ابن زياد رجل واحد ومسلم أشجع منه، لأن ابن زياد ما عنده شجاعة وإنما عنده جرأة في وقت كونه على منصة الحكم، فكان بالإمكان أن يخرج من البيت المستور فيه ويقتل ابن زياد ويريح العبادة والبلاد. ولماذا هذا التساؤل؟ لأن في الحقيقة هذان السؤالان أنا رأيتهما حتى خطباء كبار يتلجلجون في الجواب، أو بعضهم صرح لأن مسلم اشتبه ولم يكن معصوما وأن غير المعصوم يشتبه، اشتبه في تخطيطه لأجل الكوفة واشتبه في تخطيطه لأجل قتل ابن زياد. هذا سؤال. السؤال الثالث شوية أوسع من هذين السؤالين، أن الإمام الحسين لماذا بهذه الصورة جاء إلى العراق وقتل؟ الإمام الحسين رجل مشهور، وكان بإمكانه أن يجمع جيشا عرمرما قوامه 100,000 إنسان، ولم يكن الإمام الحسين أقل من عائشة التي تمكنت من جمع 100,000 سيف في وجه علي الخليفة الشرعي، ولم يكن الإمام الحسين أقل من زيد بن علي بن الحسين الذي بعده الذي تمكن من كثرة هائلة من الجيش وحارب به بني أمية وإن قتل أخيرا.
ألم يكن الإمام الحسين قادر على أن يجمع جيشا عرمرما من الناقمين على يزيد وعلى حكومته ويواجه حكومة يزيد بهذا الجيش العرمرم؟ وإذا كان قادرا من هذا الشيء فلماذا لم يفعل؟ وإنما بالعكس رأيناه أنه كان يقول لأصحابه إني أقتل اذهبوا حيث شئتم، يفرق الجماعة من عنده، بالعكس من رسول الله وبالعكس من علي الذين كانوا يجمعون حولهم كل منافق وغير منافق. وهذا حتى أصحابه وحتى أولاده كانوا يقولون اذهبوا، فمن يذهب منهم يذهب ومن بقي بقي قليلا. هذا هو السؤال الثالث في الموضوع. أما هالأسئلة ماذا يفيدنا، ماذا تفيدنا هذه الأسئلة الثلاثة؟ نقول جوابا موجزا ثم نأتي إلى حل الأسئلة. الجواب الموجز في الحقيقة ما ذكرناه في المقدمة الأولى، التاريخ يعيد نفسه. عدم فهم قصة الحسين وقصة الرسول وقصة علي هو الذي أسقطنا في هذا المهوى، لأننا لم نفهم القصص. الإنسان الذي لم يفهم أن هذا البناء لماذا هدم يبني مرة ثانية بناء يهدم، والإنسان الذي لم يفهم أن هذه التجارة لماذا خسرت يتاجر مرة ثانية تجارة تخسر، والإنسان الذي لم يفهم لماذا هذا المريض مات يعطي نفس الدواء فيموت المريض ثانيا. إننا لم نفهم هذه القصص، وإنما أخذناها بما في الكتاب من غير ملاحظة جوانب القصص. أما إذا فهمنا الأسباب وفهمنا العلل لا نسقط، لأن أعمال أولئك ما كانت سقوط وإنما كانت انتصار، مو انتصار لفظي كما يقولون، لا انتصار تحليلي. ففائدة هذه القصة ترجع إلى المقدمة الأولى، فهم التاريخ. إذا فهمنا التاريخ نفهم الحال، وإذا فهمنا الحال نبني المستقبل على الصحيح. إذا لم نفهم التاريخ لا نفهم الحال، إذا لم نفهم الحال لا نتمكن أن نبني المستقبل بناء صحيحا، ولا نتمكن أن نبني الحال بناء صحيحا. إذا قلنا المقدمتين وقلنا الأسئلة الثلاثة وقلنا استفادتنا من هذه الأسئلة، مو كأسئلة تاريخية وحل إشكال علمي وعقلي، لا، استفادة للتاريخ مع العلم أنه في نفس الوقت حل للإشكال علميا، لكن مو لأنه نزيد معلوماتنا، لأنه قد نتكلم حول شيء لزيادة المعلومات. هل أن الجنة لها 8 أبواب أو 9 أبواب؟ لا، 8 أبواب. هل يرتبط هذا الشيء بحياتنا العملية؟ لا، عقيدي هذا الشيء. هل الله ينزل إلى سماء الدنيا كما اليوم كانت إذاعة السعودية تقول؟ لا. هل هذا الشيء يزيد في أعمالنا الخارجية صحة أو سقما؟ لا، وإنما موضوع عقيدي ولكل أمة عقيدة، الشيوعيون، البعثيون، القوميون، الديمقراطيون، الشرقيون، الغربيون، البوذيون، البرهميون، لهم عقائد ولهم أعمال. قد يكون الإنسان يريد حل المشاكل العقيدية، لا، إننا لا نريد الآن بمباحثتنا هذه حل مشكلة عقيدية، وإنما نريد حل مشكلة عملية لارتباط ماضينا بحاضرنا وارتباط حاضرنا بمستقبلنا كما ذكرنا في المقدمة الأولى، التاريخ يعيد نفسه. السؤال الأول، هل كان إرسال الحسين لمسلم إرسالا موفقا؟ وإذا كان الجواب نعم كان إرسالا موفقا، فلماذا لم يتمكن أن يصنع مسلم أي شيء؟ الجواب، إرسال الحسين لمسلم كان إرسالا موفقا قطع النظر عن أنه إمام ونحن نعتقد، لا، حسب الموازين التاريخية الصحيحة. كيف؟ الجواب، يجب أن نفهم قصة حكومة بني أمية وقصة نهضة الحسين. حكومة بني أمية كحكومة كارتر اليوم،
حكومة قوية ضاربة بأجرانها في شرق بلاد الإسلام وفي غربها، الشرق والغرب الوسيع أين؟ لأن حكومة بني أمية في زمان يزيد إلى إفريقيا، وفي حكومة بني أمية في زمان يزيد ما يقارب الهند. حكومة قوية كبيرة، نفس حكومة علي ذات الألف متصرف والمحافظ وخمسين دولة، انتقلت إلى بني أمية. حكومة كبيرة ذات ألف متصرف وخمسين دولة، هذه الحكومة الكبيرة. كوف منها ما هي؟ مدينة، مدينة واحدة. مسلم لما جاء إلى الكوفة، هل الحسين أرسله حتى يأخذ الكوفة؟ لا، لأن الحسين كان يعرف هذا الحجم الكبير، ويعرف أن مسلما لا يصنع شيئا في الكوفة حسب القدرة الإنسانية الطبيعية، وإن مسلم والحسين كلاهما كانا يعلمان حديث رسول الله، حيث قال له علي: يا رسول الله أتحب عقيلا؟ قال: نعم، أحبه حبين، حبا له وحبا لحب أبي طالب إياه، وإن ولده لمقتول في نصرة ولدي. كان يعلمون هذا الشيء. والإمام الحسين في شهر رجب عزم العراق، ورأى الإمام الحسين ورأى رسول الله في المنام: يا بني إنك لمقتول في العراق بأرض يقال لها كربلاء. ومسلم كان يعرف هذا الشيء، كلاهما كان يعرفان. فالإمام الحسين لم يبعث مسلم ليفتح، لأنه كان يعلم أنه لا يفتح، وإنما الإمام الحسين بعث مسلما ليستشهد، ومسلم بهذه الغاية جاء للكوفة ليستشهد. الإمام الحسين جاء للحكم، لا شك فيه لحكم الإسلام، لكن كان يعلم أنه الآن لا يقبض حكم الإسلام أبدا. فمسلم جاء إلى الكوفة، الآن هل من المعقول أن يأتي إنسان واحد إلى نيويورك وفي نيويورك يصافحونه 100,000 إنسان، يتمكن أن يقلب الحكومة الكارترية الأمريكية؟ هذا شيء يعرفه أي طالب ثانوي وابتدائي إذا يلاحظ جوانب القضية. التاريخ يحتاج إلى التحليل، ويحتاج إلى ملاحظة جوانب القضية. إذا لاحظنا جوانب القضية نعرف أن الحسين لماذا أرسل مسلم، ولماذا أن مسلم جاء إلى الكوفة. مسلم جاء إلى الكوفة وبايعه 80، لكن هل 80 يتمكنون من قلب حكومة؟ الآن أنا مثلا كمثال ذهبت إلى القطيف في السعودية، وجاء وبايعني 80,000 إنسان وكلهم يحملوا البندقية، هل أتمكن من قلب حكومة السعودية أنا؟ هذا خيال أن أتمكن، وإذا كان في فكري هذا الشيء معناه أني إنسان لا أفهم الحياة، وحكومة السعودية حكومة صغيرة بطبيعة الحال، وكان حكومة واحدة في حكومة يزيد الكبيرة ذاك اليوم. 80,000 فليكن 80,000 إنسان. الإمام الحسين أرسل مسلما لأجل الاستشهاد، والإمام الحسين تحرك لأجل الاستشهاد، تحرك لأجل الحكومة الإسلامية لا شك، لكن الحكومة الإسلامية غاية بعيدة كانت، يعني الغاية الثانية كانت حكومة الإسلامية تصل إلى المسلمين بعد أن يستشهد الإمام الحسين، مثل هذا الجندي الذي يحارب في الصحراء ويعلم أنه يقتل، لكن آمره قائده إلهه ينتصر أخيرا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. ذهبوا وقاتلوا ودخلوا، لكن بعد أن وقعت منهم جماعة القتلى. صحيح الإمام الحسين كان في طريق الحكم الإسلامي، وكان يدري أن استشهاده يؤسس الإسلام، لكن هل كان الإمام الحسين يعلم بأنه يسلم الكوفة ويسلم البلاد ويوخر يزيد؟ أبدا، كان بالعكس من هذا يعرف. فمسلم ابن عقيل لما جاء إلى الكوفة كان إرساله إرسالا موثقا وصحيحا،
كما أنه للفيلق المتقدم للجيش نقول لهم اذهبوا وحاربوا إسرائيل وإننا ننتصر أخيرا، لكن كل الفيلق يموتون. كيف موت الفيلق انتصار؟ هل هذا الفيلق يقول لأني أموت لا أذهب؟ لا، لأني أموت أذهب، لأن وراي الانتصار، وليس الشرط أن أنتصر أنا بالذات، وإنما الشرط أن ينتصر مبدئي ويأتي بعدي من يوخر هؤلاء ويتسلم الحكم. جاء كما جاء. فكان إرسال الحسين مسلما موفقا، وقد أدى المسلم الموضوع طبق الشعر بلا أي زيادة ولا أي نقيصة، حتى أن الإمام الحسين إذا بعث مرة ثانية ومسلم بعث مرة ثانية ويزيد وابن زياد بعث مرة ثانية، الإمام الحسين كان يرسل مسلم أيضا نفس الشيء، لأن هذا هو الدواء للموضوع. هذا بالنسبة إلى السؤال الأول. نأتي إلى السؤال الثاني، لماذا أن مسلم لم يقتل ابن زياد؟ وضح الجواب من الجواب الأول. هل كان مسلم إذا قتل ابن زياد انتهى كل شيء؟ لنفرض أني ذهبت إلى المنطقة الشرقية القطيف وحاكم قطيف زارني وقتلته، استوليت؟ الموضوع كانت حكومة مركزية تضرب بأجرانها في الشرق والغرب من البلاد الإسلامية، وكوفة مدينة صغيرة، وابن زياد حاكم واحد من 1000 حاكم، وإنما لم يصنع مسلم هذا الشيء لأنه لعلمه بهذا الموضوع، وهذا شيء يعرفه أي إنسان يلاحظ التاريخ من جوانبه. فلماذا قال مسلم لهاني الإيمان قيد الفتك؟ لأنه جواب على قدر عقل هاني، مو جواب على قدر الواقع هذا الشيء. ولم يكن جائزا لمسلم أن يقتل ابن زياد، مو لأن ابن زياد لا يستحق القتل، لأن مسلم إذا كان قتل ابن زياد معناه أن الحكومة المركزية تقتل مسلم ومسلم المجرم، بينما الحكومة المركزية قتلت مسلم وهي المجرمة. مسلم لم يقتل شيئا. إذا أنا قتلت حكومة رئيس حكومة القطيف لنفرض، أو بغداد لنفرض، الحاكم الموجود مثلا، الحاكم الشخصي نقصد، كل الناس يقولون هذا جاء لزيارتكم وقتلتموه غيلة فأنت قاتل أيها الرجل وأنت المعتدي. وما كانت بعد مسألة حكومة في قبال حكومة، كان رجل دين وله أتباع يقتل إنسانا بريئا في الاصطلاح العرفي، لا أكثر من هذا ولا أقل. الأول هم لم يقبل مسلم، أراد أن ينبه ابن زياد بالموضوع. ابن زياد قال له اجلس هذا واضرب عنقه، مسلم قال نعم أسوي هذا الشيء، ما قال مسلم أسوي هذا الشيء. بمقدار عقل هاني مسلم جلس ولم يخرج، وقال بمقدار عقله الإيمان قيد الفتك، صحيح هذا الشيء. وإلا ما كان بإمكان مسلم، لا مسلم الشخصية العظيمة، حتى أنا العادي إذا كنت أعرف أن هذا الشيء خطأ، وأن هذا الشيء يعطي المبرر لأن يقتلوني وأنا المجرم، بينما الآن ابن زياد المجرمون، لأن أهل الكوفة دعوا مسلم وجاءهم مسلم وفي البيت ذهبوا إليه وهاجموه أرادوا قتله فدافع عن نفسه فقتل. هذا التاريخ، منطق التاريخ هذا المنطق. سمعت أحد الأشخاص فوق المنبر، مو هنا في مكان آخر، وهو شخصية يقول مسلم كان خطأ، كان يقتل ابن زياد وينتهي كل شيء، عقلية طفولية. يجب علينا ونحن خطباء ونحن مؤلفين ونحن علماء لا ننزل إلى مستوى عقول أطفال. مسلم لا يفهم بمقدار هذا الشخص الذي طالع صفحتين، لا، هذا الشخص أصلا لم يقارن أبسط المقارنات، لم يقارن هذا الشخص أبسط المقارنات الحاضرة والمستقبلة والماضية حتى يفهم موقف مسلم. وهل كان بإمكانه عقلا أن يقتل ابن زياد؟ حتى إذا بإمكانه خارجا وهو رجل شجاع ويضرب عنقه،
هذا الجواب الثاني عن الإشكال، يعني الإشكال الثاني، هذا جواب عن الإشكال الثاني في الموضوع أو ما يظهر منه إنه إشكال. نأتي إلى الجواب عن الإشكال الثالث. الإمام الحسين، الإمام الحسين بنهضته أراد أن يقلع جذور بني أمية، وكان يعلم أنه يستشهد وأنه هو الفيلق الأول للجيش الذي يعلم أنه يقتل. هؤلاء المتظاهرون في بعض البلاد الآن كلهم يعلمون أن جماعة منهم يقتلون، مع ذلك يذهبون وينتصرون ويقول إني أعلم أني أقتل. الإمام الحسين إذا كان يجمع 100,000 سيف كان يقتل حسب الموازين الطبيعية، لأن الإمام الحسين 100,000 سيف عنده، الإمام أمير المؤمنين 1,000,000 جيش عنده، وما تمكن أن يتغلب على معاوية. شيء واضح هذا. بينما البلاد الإسلامية كانت مقسمة إلى قسمين، إلى علي وهو الأكثر ومعاوية وهو الأقل، فهل كان الإمام الحسين 100,000 سيف ينتصر على يزيد وبيده كل البلاد الإسلامية؟ الإمام الحسين كان بإمكانه أن يجمع 100,000 سيف، لكن 100,000 سيف عائشة أيضا انتصرت أو انكسرت. هل الحكومات المركزية الوسيعة 100,000 بندقية في قبالها شيء؟ العرب لماذا لم يحاربوا إسرائيل مع العلم عندهم 1,000,000 بندقية، ومع العلم أن إسرائيل صغيرة؟ الإمام الحسين كان يعلم لو أنه يجمع 100,000 سيف، وعلما غيبيا، علما حسب الظواهر، لو كان يجمع 100,000 سيف كان يقتل. الفرق هذا هو الفرق، كان في أن الإمام الحسين يقتل وهو مظلوم، اللي هذا يقلع الجذور أكثر. أو الإمام الحسين يقتل وأنه جمع جماعة وقاتل وقتل وإنسان عادي، فما كان يقلع الجذور، كان بالمظلومية الإمام الحسين يريد يقلع جذوره. هذه الكلمة المشهورة عن غاندي، تعلمت من الحسين أن أكون مظلوما فانتصر، كلمة جوهرية لا يفهمها إلا أمثال غاندي، أمثال غاندي يفهمون هذه الكلمة. الإمام الحسين أراد أن يقلع جذور بني أمية بمظلوميته، ولذا الإمام الحسين جاء علي الأصغر، كان يعلم أنه يرمى. شو واضح هذا؟ لماذا جاء به؟ أراد أن يثبت مظلوميته بما لا يدخله الشك، حتى يقلب البلاد ضد الأمويين. ومو يقلب البلاد ضد الأمويين، قسم من الناس يتصورون الإمام الحسين كان ضد يزيد، غلط. الإمام الحسين كان ضد الأمويين فقط، غلط. الإمام الحسين يعين منهج في قبال منهج إلى اليوم. الإمام الحسين كان يعين خط، وخطه مستمر إلى الآن وإلى 1,000,000 سنة. فالإمام الحسين كان يوخر هؤلاء عن نفسه حتى تكون مظلوميته أوضح. 70 نساء، أطفال قتلوا، شردوا، دعوا، لم يسقوا الماء، طحنت أجسادهم، مظلوم، اقلعوا جذور هؤلاء الظالمين. الحقيقة خطط الإمام الحسين قطع النظر عن الغيب وما أشبه وأنه إمام من أقوى الخطط ومن أجمل الخطط، وبمقدار شعرة ماكو فيها تخلخل في الموازين الحربية والموازين الاجتماعية وأي ميزان. الإمام الحسين ما كان يتمكن أن يقول هذا الشيء لكل إنسان. قال له ابن عباس: فما معنى حملك هؤلاء النسوة؟ قال: إن الله شاء أن يراهن سبايا. لأن ابن عباس ما يتحمل ذاك اليوم التفصيل الطويل، ونحن تحملنا التفصيل الطويل لأنه مر الزمن علينا. ما كان يقول لهم هذا الشيء: إن الله شاء أن يراهن سبايا، لأنه هذا الشيء جزء المظلومية، عدم الماء جزء المظلومية، قتل الأطفال جزء المظلومية، حرق الخيام جزء المظلومية، دوس الأجساد جزء المظلومية، وكله مظلومية في مظلومية في مظلومية. الإمام الحسين أراد أن يجرد نفسه عن أنه جبهة في قبال جبهة، لا لا، مظلوم في قبال ظالم، الظالم يجب أن ينصف. ونصف، نصف يزيد، نصفت بنو أمية، نصفت حكومات، وإلى اليوم باسم الإمام الحسين وبمنبر الإمام الحسين. كل طريق شوية ظالم الإمام الحسين ينسفه، ومظلومه يا لثارات الحسين.
أقتل الظالم واستخلص منه. هذه موجز عن الموضوع المربوط بمسلم بن عقيل وبالحسين عليه الصلاة والسلام، ونحن نستفيد من هذا التاريخ حالتنا. المهم هذا الشيء، التاريخ عبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لأولي الألباب يعني أصحاب العقول، يتمكنون يميزون ويحللون. أما غير أصحاب العقول إما ينظر إليه بمنظر عادي، وإما أنه يشوف أنه شيء غير صحيح فيربطه بأشياء معجزية وغيبية وورائية، وإما أنه لا يستفيد وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. قسم الناس ينظرون لا يبصرون، يسمعون لا يفهمون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا. الحقيقة نحن نستفيد من خطط الإمام الحسين وقصة الإمام الحسين كلمة موجزة. إن تمكنت أن تحطم الظالم بنفسك وتنتصر عليه انتصارا الآن حطمه، وإذا لم تتمكن من أن تحطم الظالم وتنتصر عليه انتصارا الآن، وكان ظرفك ظرفا تتمكن أن تحطمه مستقبليا فضح لتحطمه مستقبليا. هذه كلمتان، غيرهما ماكو. تتمكن من أن تضحي بنفسك ولا يفيد في تحطيم الظالم، غلط، لا يجوز أن تضحي بنفسك ولا تتمكن من قلع جذور الظالم، لا الآن لا في المستقبل. فلماذا التضحية؟ هذا لا يسمى تضحية، هذه لا يسمى لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذا علمت، نفس الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بعد موت الإمام الحسن واستشهاده إلى قيام يزيد 9 سنوات سكت، كل كلمة ما قال. راجع التاريخ شوفوا، واستشهد الإمام الحسن، الحسين موجود ومعاوية موجود، وبعد 9 سنوات مات معاوية. وفي هذه 9 سنوات الإمام الحسين سيد من السادة وقائد من القادة، يزور حرم جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ويدرس ويصلي جماعة إذا عد صلاة جماعة مثلا مع عائلته ومع أشباهه. بمجرد أن مات معاوية الإمام الحسين نهض بعد 9 سنوات. سره هالكلمة، السر أنه والذي ندرسه من حياة مسلم وحياة الإمام الحسين كلمتان مربوطتان بنا وبكل زمان وبكل مكان. الميزان، إذا تمكنت أن تنتصر على الظالم انتصارا وقتيا فقم، وإذا تمكنت أن تقتل وتضحى وتنتصر على الظالم ولو بعد 100 سنة فقم، وإذا لم تتمكن من الانتصار الوقتي والانتصار المستقبلي فلا تقم. لماذا أقوم؟ لا تمكن لا من الانتصار الحالي ولا من الانتصار المستقبلي. وما نقوله من الانتصار المستقبلي والحسين انتصر هو معنى هذا الموضوع. يعني الإمام الحسين الإنسان الذي يريد الصعود إلى السطح، شايفين درج ودرج 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 إلى صعود السطح. هل من الصحيح أن يقول أحد الدرج الأول لا فائدة فيه؟ هل من الصحيح أن يقول إنسان الدرج الثاني لا فائدة فيه؟ الذين حاربوا إسرائيل في حرب أولى وحرب ثانية وحرب ثالثة وحرب رابعة هي التي فضحت إسرائيل في العالم. فالحرب الأولى كان انتصار، مو كان انكسار أبدا، كانت انتصارا، لأن هذه السلسلة من الدرجات هي التي فضحت إسرائيل وكشفته على العالم، حتى يأتي يوم المسلمون يأخذون بالأزمة ويخرجون إسرائيل إلى حيث جاء منها أو منه. فنفس خطة مسلم انتصار، والنفس خطة الإمام الحسين انتصار ثاني، التوابون انتصار ثالث، مختار انتصار رابع،
زيد انتصار خامس، عيسى انتصار سادس، يحيى انتصار سابع، حتى أنه هذه الانتصارات قلبت الموازين. حكومة مركزية دينية قوية ضاربة بأجرانها في شرق الأرض وغربها قلعوها، وفي الحقيقة قلعها كان معجزة. الآن لاحظ أمريكا كم حرب ضدها، هل قلعت؟ وبريطانيا الآن 300 سنة حرب ضدها، حرب في الهند وحرب في العراق وحرب في السعودية وحرب في كذا وحرب في الصين وحرب في اليابان وحرب في كل مكان، وبريطانيا لم تقلع أبدا. بريطانيا هي وإنما تقلصت بالعام، ولا أكثر ولا أقل تقلص. أما في 6-7 مظاهرات وحروب تقلع حكومة من جذورها، حقيقة هذه كانت لقوة التخطيط ودقة التخطيط التي خططها الإمام الحسن والإمام الحسين ومسلم وزيد ويحيى وعيسى والتوابون والمختار. قلعوها. إني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم ابن عقيل، ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.